كوزينة. كوزينة برعاية في العز عندك متختار خضرة نهار وخضارها كبار لمستها فيانا ذوب في السكر حار من البحر والبحار تتقلع النار سرها الأحكار تخير وتختار إلا المقرونة هي بنت الدار المقرونة عندها اسم رندا بيكزازة سهلول عنوان كل مرامك دي وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا فيها نلقى لانج دو ميزون إلكترو ميناجي أرتيكل دو ديكوراسيون المعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار بيكزازة تو فور لكازا قطرة واحدة فيها برشة محبة وعلى خاطر صحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حيات ومينيرال ناتوريل خالي من النيترات القضية وكل ما يهم الدار خير واختار بأحسن ما ثم في الأسعار سيتي ماركت موجود في حي جوهرة وفي سهلول بحدا ستيك وفي حمام سوسة طريق الشط أهلا وسهلا بكم في كنوزينا كنوزينا هو البرنامج اليومي للطبخ في كنوز فام أنا ديما نعطيكم نصايح ونعطيكم وصفات تجمو تطبقوهم تقيدوهم وتطبقوهم نعرف اللي الراديو يتسمع كم في الكهرباء ولا في التاكسي ولا شوية في الدار لكن تجمو تلقاو المقادير هذوما الكل تجمو تلقاوهم على السيت متاعنا www.knouzafam.net اليوم شنو اللي باش نطيبوا نقول لكم النصايح ومن بعد نقول لكم لي تيتر نتاع الوصفات اللي باش نعطيهم لكم اليوم باش نعطيكم فكره نتاع حاجه مهبوله هو بريك بالمرقاز شنو هو بريك بالمرقاز هذا نعم البريك بالمرقاز دونك تاخذوا المرقاز تفرغوه تاخذوا اللحم نتاعو هذاك اللي باش تستعملوه في البريكه بشويه بطاطا مرحيه ميسور معدنوس وبصل والعظمه ما ننساوش ويطلع بنين على خاطر ديجا اللحم نتاع المرقاز مفوح ويعطي نكهه بنينه برشا سلطه تفجل نعملوا شويه سلطة الفجل فيها شوية معدنوس الفجل مخصوص دور ومعها شوية معدنوس شوية قارس وشوية زيت زيتونة ملح وفلفل أكحل هذه السلطة في الديسير نجم نعمل شوية جاتو تونسي وذني القاضي ولا شوية كعك ورقة ولا حاجة تكي ولا صمصة ولا كذا يكون باهي للديسير بيانسور مع الغلة السوب هذه باش نعطي الوصفة نتاعها سوب يايلا تنقول لكم شنو اليايلا هذه وفي الطبق الرئيسي باش نطيبوا لازانيا كنوزينا نرجع للسوب يايلا يايلا هذه شربة تركية بنينة برشا تكون مستبيضة والمقادير متاعها يكونوا ثلاثة مغارف روز إيترا بويون البويون هذا تجمو تعملوه تاخذوا الماء وتحطوا فيها الكوب إذا ما وصلتوش باش تعملوا بالعظام متاع البقري بويون هذا تجمو تاخذوا الكوب بنحبش نقول اسمهم تحطوهم في إيترا ماء نص مغرفة ملح نص قطة نعناع مغرفة زبدة مغرفة فارينة أصفر متاع عظم وحكة ياغورت ناتور نبدأو نحطوا الروز يتيب في البويون اللي قلت لك عليهم لمدة 20 دقيقة حتى يتيب ومن بعد سهلة برشا معناها فيسة تتعمل السوب هذية تشوفوا ومن بعد تقعد تدور وك الروز هذاك وناخذوا الفارينة ونحلوها في شوية ماء ونصبوها في البويون هذاك اللي فيه الروز وندوروا باش نعقدوا شوية البويون هذاك يكون مستبيض ونحطوا النعناع والزبدة نضيفوه على هذا الكل ونخليه نزيدو 10 دقائق النعناع هذاك باش يعطي مطعم للسوب نتاعنا في الاخر بالكل باش نخلطوا الاصفر نتاع العظم بالياغورت ونصبوه في السوب نتاعنا في الشوربه نتاعنا وهذاك اللي باش يزيد يعقد ويعطي نكهه بنينه للسوب يايلا اذا سهله مهله نطيبوا الروز في البويون نزيدوه الفارينه ونزيدوه من بعد النعناع والزبده ونخليه يزيد يطيب شويه وفي الاخير ناخذوا الاصفر نتاع العظم نخلطوه بحكة ياغورت الناتور هذيك ونصبوها الفوق وهذيك اللي باش تزيد تعطي نكهه وتزيد تعقد السوب نتاعنا وتكون سوب عاقده وبنينه برشا كنوزينا الور نتعداو للطبق الرئيسي اللي هو اللازانيا الناس الكل تموت على اللازانيا والصغار يموتوا على اللازانيا ويحبوها برشا اللازانيا هذه الاوراق نتاع اللازانيا منين باش ناخذوهم من عند رندا عندهم اوراق لازانيا خارقين العاده تيبو هما شايحين بيسور لكن يتيبو في اللازانيا هذه المكونات نتاع اللازانيا هذه كل مشينا السيتي ماركت وشريناهم لقينا كل شيء متوفر في سيتي ماركت في المواد الغذائيه تبارك الله فما لو شوا كومبلي نجيو للمقادير المقادير يزمنا باكو لازانيا 600 غرام طماطم بصلة 3 سنون ثوم 500 غرام لحم بقري مرحي قطة معدنوس طماطم معجونة دونك طماطم محكوك 3 مغارف 10 سنتيلتر زيت ورقة
رند شويه كلافس وشويه سفناريه تنقول لكم شنو نعملوا بهم. مغرفه اوريغان، الاوريغان اللي تحط فوق البيتزا، العشاب اللي تحطوا فوق البيتزا، موزاريلا رابي، ملح، فلفل اكحل، الصوص بشاميل اللي باش تجي من فوق بالكل، يلزمنا 50 غرام زبده، مغرفه فرينه، نص لتر حليب، ملح وفلفل اكحل، شويه جوز الشرق، وشوية القارس باش نربي باش نحكوه فوق الصوص بشاميل. هذه نبداو نقصوا الطماطم جويدة ونحضروا البولونيز اللي هي متكونة من نقليو في الزيت البصل والثوم والسفنارية وسلري مخصوصة شوية جويدة جويدة. نبداو بهذاك نقليوهم، بعد نزيدوا عليه اللحم المرحي وخليوه يشيح من الماء، خاطر اللحم المرحي وقت تقليه باش يشيح من الماء، نشيحوه من الماء خاطر هو يسيب الماء، وان فوا سيب الماء نزيدوا عليه الطماطم الفريش كذيك والطماطم كونسنتري ونصبوا شويه ماء ونخليو الصوص تغلي، نفوحوا الصوص هذيك بالرند واللوريغان، ملح وفلفل اكحل، والماء هذاك اذا شاحت نزيدوه حتى يلزم الصوص طماط كانك تطيب في المعجون، يلزم تبقبق مع بعضها، يلزم تكون اونكتيوز معك اللحم المرحي وديما نحركوه باش ما يشيحش، وفما شويه صوص كمان معاه على خاطر الصوص هذيك هي اللي باش تطيب فيها اللازانيا. تنقول لكم كيفاش دونك تكون اون صوص بدينا برشا. من جهة أخرى باش نحضروا الصوص بشاميل، نذوب الزبدة في المقلة. منين جبناها من بيكزازا. بيكزازا عنده شواء كبير برشا، كل ما هو يهم الكوجينة ويهم التطيب تجم تمشيوا وتعملوا طلع، حتى كان متشريوش تشوفوا تتغرموا بالبيكزازا وتولي وتقليوا كان من عنده. باهي دونك ذوبنا الزبده هذيك وصبينا عليها الفرينه وندوروا في ساعه في الزبده تولي كلافس، ومن بعد نزيدوا عليها الحليب وبالركاضه نحلوا اكل الحليب وبالفرينه نحلوه، نزيدوا عليه ملح وفلفل اكحل وجوز الشرق، ونحكوا شويه سيترون رابي، القشره نتاع السيترون كوها فوق البشاميل هذية، ونخليو البشاميل تعقد مع بعضها. توا ناخذوا بلاطو يمشي الكوشه، يكون بلار ريكتانغولير ولا حديد ولا الومنيوم، نفرشوا فيه شويه صوص طومات من لوطا، ونفرشوا شويه بركه مش برشا، ونفرشوا الاوراق، نغموه بالاوراق نتاع اللازانيا، نصبوا الكوش الاولى نتاع اللحم المرحي بالصوص، ونحطوا اوراق لازانيا اخرى، ونصبوا شويه صوص مرة أخرى، ونحطوا فرشة لازانيا من فوق، في الأخر بالكل نحطوا البشاميل، والبشاميل هذيك نرشوا عليها الموزاريلا المرحية، ونحطوا في الكوشة 180 جرادو لمدة 20 دقيقة، وتشوفوا اللازانيا اللي هي شايحة باش تطيب بالماء متاع الصوص طومات. سي بورسا ننصحكم باش الصوص طومات تخليوها مرخوفة، منها طيب اللازانيا ومنها تشيح في وسط الكوشة، وتشوفوا اللي الفرماج من فوق يسمار ويولي أسمر هكا حلو وغراتيني، وتاكلوا بشفاء هاللازانيا البنينه برشا. هكا وصلنا لاخر الحصه نتاعنا، ننصحكم في شغل الفتره ديما دائما نصيحه من عندي، اللي الماء المعدني اللي تشربوه هو ماء حياه 0% نيترات، صحي وبنين، تجمو في السهريه زاده باش تشربوا الماء، تشربوا كان ماء حياه. هكا نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في نفس الوقت، نتمنى لكم سهريه طيبه وشهيه طيبه. كوزينة برعاية في العز عندك ما تختار، خضرة نهار وخضارها كبار، لمستها فيانا ذوب في السكر حار، بالبحر والبحار تتقلع النار، سرها الحكار تخير وتختار، إلا المقرونة هي بنت الدار. المقرونة عندها اسم رندا. بيكزازا سهلول، عنوان كل مرامك دية، وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا، فيها نلقى لانج دو ميزون، إلكترو ميلاجي، أرتيكل دو ديكوراسيون، المعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار. بيكزازا تو بوغ لا كازا. قطرة واحدة فيها برشا محبة، وعلى خاطر صحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حيات أو مينيرال ناتوريل خالي من النيترات. القضية وكل ما يهم الدار خير واختار بأحسن ما ثم في الأسعار. سيتي ماركت موجود في حي جوهرة وفي سهلول بحدستيك وفي حمام سوسة طريق الشط.